القائم الأيمن لمرمى الحارس براء خرو، تلعب عالية رأسية إبعاد، متابعة لاعب عبد السلام سلام، محمد خليل رأسية محمد نصلح، تسديدة فريق الهلال، والهدف الأول، الهدف الأول عن طريق اللاعب محمود أبو وردي في الدقيقة الثانية، يسجل هلال القدس هدف الأسبقية، من أسرع أهداف الموسم بالنسبة لهلال القدس، يأتي عن طريق اللاعب محمود أبو وردي اللي يتابع كرة من خارج منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية ويصطاد شباك الحارس. هذه الإعادة رأسية أولى، ثانية وضربك داخل منطقة الجزاء، ثم كرة ممتازة على قدم محمود، يشوت في أول تسديدة تخادع الحارس، تصطد بالمدافع محمد مصلح وتخادع الحارس إلى الشباك، هدف مبكر لصالح فريق هلال القدس عن طريق الكابتن محمود أبو وردي هداف الفريق بثمانية أهداف، وهذا هدف التاسع هذا الموسم للاعب محمود أبو وردي اللي كان يستنى هذه الكرة ووصلت له بشكل ممتاز، سدد تسديدة عادية ولكن هلالية سريعة من عويسات، عنده مساحة كبيرة عويسات، محمود لسامر، سامر لأبو وردي، وان تو، يا حلو يا حلو يا حلو، الهدف الثاني محلاه، الهدف الثاني محلاه على هاي اللعبة، واحد اثنين، والجول الثاني فين؟ الجول الثاني مع سامر الزبيدي، 2-0 للهلال، لعبة رائعة بين محمود وسامر الزبيدي، خذوا هات، ما فيهاش أي كلام، ما فيهاش أي كلام، محمود حطها لسامر، سامر جاي من مكان صح 100%، عويسات كان في أوفسايد لكن مالوش دخل في الهجمة عويسات، سامر الزبيدي يسجل هدف ثاني لصالح الهلال وهدف رابع له هذا الموسم، رائعة كرة محمود لسامر، حط له إياها على طبق، يا أخي خذ وسجل بس، خذ وسجل، محمود كريم في هاي اللقطة، ورمضان كريم عليكم جميعا يا رب، جولات كثيرة، محمود يحاول يصنع كرة لهاني، عدت لمحمود عويسات، الله يا ولد، قولوا غير، قولوا غير على هذا الجمال، جمال جمال يا هلال، الهدف الثالث، شوفوا كحل عينك، الهلال يمسي عليكم بالهدف الثالث في هذه الأمسية الجميلة حتى الآن، محمود عويسات مثل ما حكينا رجع ورجع مستواه، وهذا هدف ملعوب يؤكد على هذه المعلومة، وعمار يزيد في التعليمات، هذه كرة عدت على الجميع وصلت لمحمود، ويا السلام يركنها كيف ما حب يركنها، صعبة هذه المرة على براء، الهدف الثالث هلالي عن طريق اللاعب محمود عويسات، خاطئة لمؤيد طمار، حمزة نصار إلى مؤيد طمار، مراوغة جيدة من مؤيد طمار بالأمام، كرة بينية ولكن عودة سامر الجندي والركنية لصالح أولاء، متابعة عويسات وحمادة مرعبة، حصل كرة حمادة داخل منطقة الجزاء، حمادة مرعبة فرصة هدف، وهدف نعم، هدف هدف هدف، محمد والويل يقلص الفارق لصالح فريق إسلامي قلقيلية عند الدقيقة 50، 3-1، ومحمد والويل يوقع على هدف تقليص الفارق الأول بالنسبة لإسلامي قلقيلية بعد 5 دقائق من مجريات الشوط الثاني، لعبة يخطئ فيها دفاع الهلال وحمادة مرعبة يحطها تمر تصل 100% على قدم والويل اللي كملها صح في يمين الحارس معد الزعبي، ويمنح هدف أول لإسلامي قلقيلة ويقلص الفارق حاليا وينعش، فاول الحكم يعطي أدفانتج، والأفضلية تنقطع في الأخير على اللاعب محمد صندوق اللي ترجع عندها مالك رشيد لإسلامي قلقيلة. الإسلامي حتى الآن في الشوط الثاني يدخل في 10 دقائق يقدم مستوى مختلف تماما في 10 دقائق عما قدمه في 45 دقيقة في الشوط الأول. تلعب للإسلامي كرة بينية باتجاه شهر، ممتاز يهرب من الرقابة، شهر شهر شهر، فرصة هدف شهر، والهدف
والله لعيب. ما أخذها بمهارة تامة بذكاء تام وإسلام قلقيليا يؤكد على صحته في الشوط الثاني ويقلص الفارق من جديد، والآن يفكر في الريمونتادا. 3-2 3-2. شاهر داود يسجل ثاني أهداف إسلام قلقيليا في المباراة بعد لعبة بينية رائعة عن طريق اللاعب محمد نزال. تحرك رائع من شاهر اللي استلم الكرة واستنى يروح عبيد ثم صلح لنفسه وحطها سهلة بسيطة لكنها رائعة ومتقنة وصعبة على الحارس ليسجل ثاني أهداف إسلام قلقيليا. 3-2 صارت هذه النتيجة في مباراة هجومية. كرة ثابتة لمحمد درويش، فرصة لإضافة هدف رابع. محمد خليل يا ولد، وفعلها محمد خليل من كرة ثابتة. أبو خليل يسجل رابع أهداف الهلال في المباراة من كرة ثابتة صاروخية. قدم مدفعية لمحمد خليل وتسديدة متقنة قوية في شباك الحارس. براء خروب، رباعية هلالية، والهدف الرابع من كرة ثابتة قوية جدا عن طريق اللاعب محمد خليل اللي يسجل